مرحبا اخي. اهلا وسهلا. بلا زحمه، تليفوني طفى، ممكن اسوي مسكول من تليفونك؟ مسكول اي بس تدلل ليش في الخبر؟ لا ما ارد اكلفك، لا العفو، شكرا جزيلا، بس مسكول هو يخابر. عندي رصيد. الله يخليك، الله يزيدك ان شاء الله. يا هلا بك. مسكول هو يخابر. اي دك هسه هو يخابرني، لو بخبره انت. لا ما ارد اكلفك، اشكرك جدا. عندي رصيد زايد. شكرا جزيلا. يا هلا باخوي. حنين منو حنين؟ حنين زوجتي. ممكن اخبرك؟ لا ممكن بس. اي حنين. زحمه استعجل. ايش رايد حنين؟ بس شطي. شوي مخاف يخابر. شو يسمونه يجيب لك؟ يخاف يخابر. مو قاعد تقول هذا يقول انا صديق وياي اللي يريد يخابر بتلك. الله يخليك، راح يخابرني فدوى، استعجل. حنين بعدين اخبرك تفضل. تفضل اخي. تاخر مو تخابره تخابره. لا ما ارد اكلفك، لا بالعكس هو يخابر. عندي رصيد زايد. اشكرك، هو انا متعلم دائما مسكول هو يخابرني. هو يخابرك؟ اي هو يخابرني. اي تخابره الموضوع. معقوله؟ تفضلي خابرك. تاخر. صارت هذه شغله خاف. اللهم طول شعرون. تاخر. زين عندك سياره؟ ايه عندي. زين ممكن نروح له لانه شو ما خابره تاخر. دي خابره اخي. لا ما ارد اكلفك. دي خابره اخي. الزحامات وعن شنو انت؟ تاخرت. وصلك وراسك دي خابره فضي. لا هو هسه يخابرني. شو المشكله هاي؟ تاخر، ليش تاخر؟ سياره تليفون. معقوله؟ مو حنين خابرتني وترسمون ارد افهمها اقولها. اخرني لي اخرني. زين اذا انت عندك شغل روح كمله. اي واني يعني على ما يعني خابرني. هلا ويا بهلو. هلا ويا بهلو. هاي اول مره شوي شغله. اول مره. بس اعصابك. هسه خابر. دي خابر. يا اخي ما ارد اكلفك، مسكول هسه وي خابر. مو انا عندي شغله بيت اهل زوجتي. ايش عندك؟ ايش عليك انت؟ شنو ايش عليك؟ مو تلفون مهم منتظر، تلفون مهم، وين رايح انت؟ يعني دخل باموري؟ ما دخل بامورك، تلفون مهم عندي منتظر، مسكول دزيت له من تلفونك، ورطتني انت. قلت لك خابرني؟ خابره؟ ما ارده خسرك. انت خابره يا اخي. هسه انت وين رايح؟ ارد اروح بيت اهل زوجي. قوم انا وياك نروح له، امشي يلا. انت وياك شو؟ مو التلفون مسكول. شنو وياي؟ امشي تفضل. وين وياي؟ امشي وياي، امشي. شو انت؟